السابق دي دي. مع وتولي تسلم أس فترة عزيز هو الرئيس السابق للترجي الرياضي التونسي وصلنا قبل هيك مسيرته مع الترجي وتوليه تسلم رئاسه الترجي ظهر لي فتره هذيك السي عزيز تزامنت مع اعتزال اسكندر السوايع ظهر اللي كان من كبير في الترجي آه عندك عندك شنو هي حيثيات علاش وقت اختار الاعتزال وقتها وبطل ما حاولش تحكي معه حاولش تقنعه باش يزيد ولا سيبون وقتها كبر اسكندر لا هو هو طلب طلب باش بشي باش يبطل بش 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 آه يظل حس روحه يعني آه ما عادش نجم يواصل بك الضغط اللي, اللي 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 مطلوب عليه فك فك الفتره هذيك اما يعني قعدنا علاقه طيبه مع اسكندر. ايضا غادر وقت بعض الملاعبين الكبار اللي كانوا في الفريق كما قال بدر علي الزيتوني كيف كيف شنو صار وقتها؟ يا خال بدر جات بروبوزيسيون من قطر طلب مني قال لي قال لي عندي 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 فرصه باش نمشي نلعب في في قطر سيبناه علي زيتون يظل لي جاتو اوفر من من دبي نفس نفس الشيء وبعد رجع علي وربحنا معاه البطوله أه لعبيه اللي 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 عطاو برشا عطاو برشا للترجي خلطوا في الفريق القومي يعني مطلوبين في الخارج سيبناهم وجبنا لعبية جدد م. باهي باش نبداو الفقرات نتاعنا في الحصه نتاعنا الفقره بدايه مع الفقره زون زونيوش نحاول نبدل شويه نسق نتاع الاسئله حاجه ما تحبش تحكي فيها ولا حاجه يا عزيز تفضل على ذمتك زونغوش روش زون روج باه سي عزيز آه سلامت رئيس في التونسي شنو كان موقف الرئيس السابق سليم شيبوب وقتها؟ لا عملنا جلسه عامه وقت حضر سليم شيبوب وكنا كنا متفاهمين باش نتصلوا بحمدي المدب هو كان نائب رئيس مع سليم شيبوب قبل ما شديت انا الترجي طلبنا منه ما كانش عليه المقتنع اما اما اقتنعناه وقلنا له انا باش نقف معاك وشد شد الجمعيه وأنا حتى صور من المجالس العامه حمدي وسليم وانا مع بعضنا يعني وكل شيء تعدى يعني في ما كانش مقتنع بالخروج وقتها كان يحب يواصل شكون يحب يواصل؟ قلت لي ما كانش مقتنع لا ما كانش هو معنا في الهيئه المديره حمدي المدب ما احنا طلبنا منه طلبنا منه باش باش يقدم ترشح نتاعو باش يشد الجمعيه ما كانش مقتنع 100% على الاول اما قنعناه قلنا له نعاونوك ونقفوا معاك ونعرفوا مسؤوليه كبيره كان قبل كما قلت نايب رئيس مع سيم شيبوب يعني عنده خبره يعرف ولعب في الترجي ولد جمعيه ما لقاوش خير منه قنعناه وشد الجمعيه نحكي على الفتره نتاعك انت وقت تسلم تسلمك رئيس الترجي لا وقت لي وقت, وقت سليم شيبوب سلم هو بيدو ما حبش ما حبش يواصل قال نعاونكم وصحيح عاوننا عاوننا ماديا ومعنوياً كان كان خير اما أه طلب باش ما ياخذش المسؤوليه فك الفتره هذيك انت <applause> كيفاش كانت العلاقه بيناتكم وقتها؟ مع حمد المدّب؟ مع السيد سليم شيبوب لا لا علاقه باهيه علاقة باهية هو قدم استقالته قعد يتبع في في الجمعية عنده افكاره وعندي أفكار افكاري أه بتبيع انا باش نحاسب يعني باش نحاسب على افكاري مش على افكار أه الناس الاخرين أه ساعات كل واحد عنده راي اما أه ما نساوش اللي أه أه انا وسمشي صحاب قبل الترجي كان هو في, في الكره الطايره وانا ألعب في التنس في القومي يعني كنا اصدقاء أه وخدمت معه في, في في الترجي ومن بعد عنده بك الخبره اللي اللي كسبها في ال 14 سنة, سنة اللي عادهم في الترجي أه حكيت معاه حتى أه طلبت منه يعني دي كونساي قبل قبل مقابلات كبار وقعدت من بعد أه نتحمل المسؤولية نتحمل المسؤولية ما كنتوش تتفقوا برشا في الآراء لا فما تعرف النقاش نقاش في الترجي باقي باقي موجود يعني كل واحد عنده الافكار نتاعو أنا عندي أفكاري عارف اللي 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 يزمني ننجح م. عندي طرب كبير ياسر من من باك قلت لك رجعوا للملعب كنت موجود أنا في التمارين كل يوم نحكي مع علول مع زياد المساني ومن بعد مع طارق الشماوي ونبيل شايبي كانوا 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 معايا وخططنا برنامج مثلا فاش تخالفتوا مثلا في الآراء سي عزيز؟ والله تو يقول لك تنجموا تنجموا تستغلوا مثلا اسكندر صويح كان هو يحب اسكندر صويح هو اسكندر ما, ما حبش يرجع يتمرن ويرجع يرجع يكور ويحط الطاقه الكل حتى قبل ولذلك معناته نقول دي ديتاي فيما يخص التسيير مش ما مش مشاكل كبار. صحيح انتم تخيلوا على بعض الملاعبين اللي كانوا محسوبين على الفتره نتاع سليم شيبوب والله ما ما, عنديش نظرية هذه يعني نشوفوا مراد مالقي اللي جابوا سليم شيبوب كان 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 معمل عليه برشا قعد معانا ولا قائد فريق وخدم معايا برشا يعني الملعبية, الملعبيه يعني نقاهم وقت 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 الحاجه لازم أه، يكون أه، تكون موتيفاسيون كبيره ياسر هذه هو الحاجه ملاعب موش موتيفي يقول لك انا عندي أوفر افر برا خير ولا يقول لك انا ما عادش نجم من نخدم كيما خدمت قبل تسيبوا خير وجبنا جبنا طلعنا صغار وقت الحرباوي طلعناه القصداوي جبنا ماركوس بالراضيه أه، أه، يعني حاولنا حاولنا باش بش باش خالد خالد بن يخدم خدمه خدم خدم خدمه كبيره عم 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 الدوبلي أه بشبان وبالامكانيات اللي عندنا وال... وتعرف في النهايه ما النتيجه تحكم عليك. فما شكون ما حبش علي الزهير ينجح في فترة هذيك؟ ما ليش انا عمري ما سمعت الكلام هذا حق. تحب تحب تسمعه؟ <تصفح> كان ضيفنا زياد لمسيني في واحده من الحصص وقال فما اطراف كانت محسوبه على ترجي علاقه العمل نتاعكم، نسمعوا زياد لمسيني تسمع شنو قال. لعبنا نهار الاحد ربحنا تعرف المقابله اللي ربحنا انتصرنا اربعه بشيء <applause> وتعدينا للنهائي اللي النهائي ما سعفناش فيه الحظ لعدة اسباب مانيش باش نرجع عليهم توا ولكن فما العديد من الاشياء خلي في برشا دي بوان وذا خلينا نكمل خلي الجماهير تخلي اللوم عليك انت معناها عادي تو ما يلومش عليك يفسر لنا معناها ما... هاني قلت لك فسرت لك ب... مثلا التحكيم اللي شدنا المقابله هذيك معناتها نحنا ما كناش موافقين عليه. الجامعة كانت مستهدفتكم وقتها؟ لا ما نقولش الجامعة مستهدفتنا أنا ما نحبش نتفق. فما أطراف مترجه كانت يعني تحط في في العجلة؟ سي بوسيب سي بوسيب شكون مثلا؟ ما شكون ما ف... فما كانت عباد ما تحبش ترجي تنجح وقت سي عزيز لا حكينا برشا مع زياد في الموضوع هذايا هو الحق تظلم زياد وقت كما قلت لك وقت المقابله مع مع الزمالك خاطر خدم خدمه كبيره دوم دوم الجمعيه صاروا أه كلمات سمعنا اللي مشاكل نتاع تحكيم مثلا ولا مشكون يحب من الجامعه في كل وقت يحط العجله يحط العصا في العجله يعني بالنسبه للجمعيه اما ما دام الانسان ما عندوش بروفه ما نجمش يحكم على العباد. أه وقت تلعبوا في جنوب افريقيا ظهر لي رحله ب 12 ساعه لربع مقابله مؤجله أنت مع في القفصه مشيتوا في رحله عاديه خذيتوا بعد من الجامعه باش يأجلوا لكم المقابله، اتصل بكم عضو من الجامعه كان محسوب على ترجي وقتها في الجامعه، كانت تحب نعرف نسميوه مش مشكل، قبل نصف نهائي افريقيا لكن بعد ما اجلوكمش المقابله وتشبثوا باش تلعب مقابله قفصه في موعدها، فما عرقله معناها الترجي كانت وقتها. اه والله كيما قلت لك بروفو ما عنديش علاش خاطر نذكر المقابله هذيك هي 24 ساعه. اللي اللي الرحله تعدينا على دبي ومن بعد على جونيسبورغ ومن بعد طلعنا جنوب افريقيا طلبنا باش ناجلوا مقابله مقابله قفصه بعد اربع ايام باش نلعبوا مقابله القفصه أه كانت نجم تعاوننا جامعة خاطر فريق تونسي راه في في ليج أه اتصل بك العضو الجامعي هذا وعدك انت شخصيا باش أجلكم المقابله لا ما عنديش ما ما 100% لا احنا طلبنا وقالته نحاولوا خاطر باش نروح على على باريس وقتها مش على على دبي ما ما لقيناش البقايا وخرنا 24 ساعه خلطنا ليله المقابله وكلمناها من قبل قلنا لهم وخروا المقابله ما عاوناش صحيح الجامعه ما وقفتش معانا أه... على كل أه... ما... ما عنديش اسامي ما نجمش نسمي شكون وعلاش يقول لك القانون يقول اللي يزمك تروح بعد المقابله وعندك نهارين مش ترتاح بعد تلعب أه... وذاك صاير حتى تو نشوف مقابلات كل ثلاث ايام أه... أه... هذاك تو نجم نقول لك و... الوقت الحاضر تحس فما كلام تحفظ عليه بس تذكره لا تو شوف تو تعديو 15 سنه على الفتره هذه وقيت لعبت تحب في التاريخ نتاعهم كيما قلت لك يعني ما عنديش ما عنديش دليل يعني حاجه في يدي اللي اللي نجم نحكم على حكم خاطر جبدنا المقابله نتاع لعبناها في الكيف مثلا ضد جندوبه النهائي آه مع ما زرزيس في اللي خسرناه الحباجه وقالوا لنا قالوا لنا الحكم عمل فينا ومقابله قفصه زاد حكم عمل فينا نجم يقول لك دي زغير دي حاجة ما هيش حاجة مقصودة مم. ما جاش حد قال صحيح راه كلمني فلان وقال لي راهو عطل عطل الترجي يحتمل يحتمل خدمه خدمه ضدنا اما اما انا نجم نقول لك ما نجحوش خاطر كان جاو نجحوا بشي بشي باش يعطلونا ما, ما كناش نفوزوا فك الوقت فك ال فك ال بالثنائي ضد فرق اللي كانت كانت صحيحه وقت الافريقي والنجم والصفاقسي كانوا, كانوا 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 حاضرين وربحنا يعني آه آه يحتمل صاروا كلك زانترفونسيون هكا نتاع عباد اللي 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 ما تحبش برشا الترجي ما نجموش نرضيو الناس الكل فهمتي آه وفي النهايه يعني النتائج يحكموا يحكموا يحكم علينا. امم آه ينجم يكون هذوما العباد اللي حاولوا يعرقلوكم هما اللي ساهموا في حظر تصويرتك حتى من مقال في احدى الصحف ومعرض تاريخ رؤساء الترجي وقتها. هذيك هذيك موضوع اخر هذيك آه اكل آه لقطه هذيك ردتني زعيم راهو خاطر آه عيد ميلاد الترجي وقتها التسعينيه آه. لي حطوا آه صور الرؤساء الكل وتصويرتي آه تصويره كحله يعني ما ثماش ما صوره وقالوا آه انتريم ولا حاجه كلمه هكا بين بين آه سليم شيبوب وحمدي المدب حبيت الترجي من مش يقبلوا هذا هذا رئيس منتخب وفرحنا معاه وربحنا وولدنا وخونا أه حتى الناس اللي ما كانتش مغرومه بيا ولا ولات تحبني أه مقصوده هي مقصوده من 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 الصحافي ومن المجله هو <applause> سي عزيز حطنا نحضر في الحصه دخلت الويكيبيديا في التراجم مكتوبه في فتره سليم شيبوب فتره حمد المدب حتى في ويكيبيديا زاد تحس كاين فما استهداف شخصك والله ويكيبيديا يعني لهذا ينجم يكتب في مم. ويكيبيديا اللي يحب. هذا على الصفحه نتاعي يعني ثم ثم التاريخ نتاعي ثم في كل شيء ادخل في الصفحه الرسميه نتاع الترجي تلقى تلقى تاريخ الترجي. يعني آه اما ما ليش خاطر خاطر كي نذكر كي مشينا باب سويقة وهزينا الكاس و والبطوله والعباد اللي فرحت آه ما مش ما مش حبيت الترجي اللي 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 آه يعني نحاول صورتي ونحاول من ويكيبيديا. امم كي تقابلت مع سليم شيبوف من الترجي كيفاش كان اللقاء بيناتكم؟ ودي <كتبت في مصقفح> كما قلت لك صديقي حتى كان افكاره بعد التجربه مع اللي مع المده اللي عندها في الترجي تخلفنا في بعض كلكو ديتاي اما اما كان يجي ملعب كنا نتقابلوا يعني ما ثم حتى مشكله. كانت هذه زون روش. بي اه تخمم سي عزيز ترجع نعمل على تشد الترجي من جديد نعم نقولش مستحيل خاطر اه ما تقالش ما ما اه تعرف في كل كل فتره في الحياه انسان يعني يتحمل يتحمل المسؤوليه اه نحكيه على 2004 اه يعني 16 سنه التالي اه كان عندي اه وقت وقدره وطاقه باش باش نتلهى بالترجي خاطر الترجي هذا خدمه كما يقولوا بلان يعني كنت كل يوم في التمارين ونتبع حتى الفريق نتاع كرة اليد وكرة الطايرة أه يحب لك يحب لك برشا وقت الوقت هذا تو نجمش <مم> ما نجمش ما نجمش نعطيه للترجي وصعيب برشا باش نرجع. امم في 2014 ذا اسمك كان تروح للعوده تخدم محمد المدب كانت حاجه هكا كيفاش؟ 2014 كانت فم امكانيه للعوده للعمل مع حمد المدب في الترجي؟ عودة يعني باقي قريب للحمد المدب هو عمل وقتها أجنا فيها قدماء قدماء ترجي وحضرنا مع بعضنا ال ال تاع الترجي أما ما كناش نفكروا باش نرجع باش نرجع في الترجي كنايب رئيس ولا 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 في بقعة في بقعة حمدي المدب. م. أه خممت في وقت ما الاوقات شراء نادي بريشيا في ايطاليا هذيك حطت <applause> عليها وسائل اعلام ايطاليه اي صحيح كوريا دي لاسيرا كتبت هاي. كتبت اللي قبلت هو واستدعاني هو رئيس بريشيا عندنا عندنا اصدقاء بعضنا في ايطاليا استدعاني الفطور وقال لي مش نبيع النادي شوف لي حد تعرفش حد يعني في الخليج ولا في ميدان الـ الـ الاقتصاد اللي ينجم ياخذ بقعتي نعرفك انت مغروم بالكوره وتعرف ايطاليا وتنجم يعني تكون سفير بالنسبه بالنسبه لي باش تقدم الجمعيه الصحافه في ساعة خطفت الموضوع وليت حلم عزيز زهير باش ياخذ فريق بريشيا وصفحه كامله في الكوريرا ديلا خرجت اما الحكايه الكل نقول لك يعني بين اصدقاء هو رجل اعمال ما كانش مغروم بالكوره كان الفريق باش حل رئيس بلديه بريشه طلب منه باش يتلهى بالجمعيه وقف على ساقيها ومن بعد حب يبيعها وبيعها تشلين ومن بعد فترة هذيك بعد شهر تقريبا. أه تابعت شوية تصريحات نتاع الجزيري سي عزيز والا عبد الحميد الحاش في كل فيهم تشكيك شوية في ألقاب الترجي باقي هذيك نفس نفس الحكايه ترجع ترجع يعني بعد كل عام نرجع للترجي ترجي وقت سليم شيبوب وكيفاش كان يربح وكيفاش فك الوقت ترجي كان عنده اقوى اقوى لاعبيه وفاز بالتشامبيونز ليغ وال والكوب دلاكاف وال والكوب اراب يعني كان فريق فريق قوي برشا معليش يشكوا ما نعرفش يعني يحتمل باش يغطيو نقاط الضعف نتاع فك الوقت نتاعهم اما انا عمري ما شكيت يعني في الـ في الـ الانتصارات نتاع 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 الجمعيه سليم شيبو عنده شخصيه قويه صحيح اما خسرنا مقابلات وفزنا فزنا خاطر ثم تركيز ثم تخطيط ثم 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 خدمه مع الشبان انت انتدابات معمولين على قاعدة والفريق كان قوي م. نحكي شوي على وصلت الأسبوع الماضي دخلت في ذات موزايك عبرت على دعمك لطارق بوشماوي صحيح الحاجة صديقي طارق بوشماوي كان معايا نائب رئيس يعني عام 2004 طارق هو موجود في الكاف يعني وتو موجود حتى في الـ في الاكزيكوتيف نتاع نتاع الفيفا يفهم الكوره يفهم يفهم الكوره بكدا مغروم بالكوره برشا راجل اعمال يعني مستانس يسير ميزانيه ويسير عباد، يظل ما لقاوش خير منه توا على راس ال... راس الكاف، وبالخص اللي تونس تكون موجوده في ال... في ال... في في هذوما انترناسيونال انا بعد شويه توا باش يقدم باش يقدم روحه ويزم تونس تقف معاه باش 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 يترشح و... وعنده علاق علاقات يعني مع مع الفيدراسيون ال... 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 الاخرين الكل. وقت باش باش ناخذو ناخذو الكاف وطارق يظل عزبه ثم توا في كره القدم الافريقيه كمسير. هوش نفس راي رئيس رأي رأي الجامعه. كل واحد ورايه. اللي هو في الحل رابط اللي هو لازم هو يعطي ترخيص لطارق بشماوي باش يترشح. مش معقول كان ما ما يزكيش طارق بشماوي يعني في الترشح نتاعو مش معقول خاطر هو طارق خدم في الكاف. كان رئيس كوميسيون من الكوميسيونات دخل أه، يعني ترشح لل... للفيفا وتعدى يعني ب... بسهوله في ال... في الاكزيكوتيف نتاع نتاع ال... نتاع ال... الفيفا أه، سير معايا جمعيه يعني عنده تجربه نتاع جمعيه يعرف يسير كما قلت أه، أه، جروب كبير ياسر يعني في الجروب الاقتصادي كبير ياسر أه، ما راش علاش أه، 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 تونس تونس ما تقفش معاه وهذه فرصه فرصه باش باش نكونوا يعني متمثلين في الـ في الـ في الـ في الكرة العالمية. هو يقول لك انا اولى حاطين نحب نترشح. كل واحد يقول اللي يساعده فهمتي انا انا نعطي رايي وهو يعطي آه ينجم يقدم روحه للفيفا ويحتمل ينجح آه آه سي وديع الجري أما آه شخصيا يعني مراش خير من طارق بوشماوي. كيفاش تشوف فترة رئاسة وديع الجري للجامعة سي عزيز؟ والله انا شخصيا ما نعرفوش بالكدا سي ودي ما قبلته مره يظهر لي نجم نقول اللي النوادي الكل آه صوتت له يعني انتخابات الناس كل آه راضين 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 به مغروم مغروم يسير ما نجمش نجي انا ضد اراء النوادي ما ريتش آه غلطات آه فاتحه في في التسيير آه تونس رشحت كاس العالم دخلت برشا برشا فلوس عاون النوادي آه برشا كلام عليه يحتمل شخصيته آه ما تعجبش برشا ناس آه يبدا هو كاسون شويه في مم. في كلامه اما آه أن, أن نحكموا على البيلون بتاعه ما نحكموش على على على, على, على كيفاش تشوف البيلون بتاعه؟ البيلون بتاعه باهي بيلون باهي كيما قلت لك دليل على هذا النوادي الكل كبار وصغار رثنا عليه وقاعدين يصوتوا له يعني حاجه 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 انتخابات ما خذاش الحكم بقوه وكان كان طالبين منه باش يواصل يزم يواصل. امم أه سي عزيز ظهر دعمك للرياضه مش كان فريقك الترجي ظهر حتى التنس الرياضات الفرديه دعم كبير للرياضات هذه منك انت. مغروم مغروم بالرياضه بصفه عامه ورياضات الفرديه وبالاخص التنس يعني عندنا فريق صغير يعني قاعدين نعاونوا فيه مدينه مالك جزيري وتو الشبان كيما في التنس كيما عزيز دوغاز و اسكندر منصوري وعنا ساره بسباس في الاسكريم لازم الكل يحضروا في الالعاب الاولمبيه مع الاسف يعني كما قلت فتره يعني اقتصاديه في البلاد ماهيش ماهيش ما تشجعش برشا ولازمنا نردوا بالنا في المصاريف خاطر كنا نصرفوا اكثر كنا نعاونوا نعاونوا اكثر ما باقي موجودين موجودين مع معاهم وان شاء الله يواصلوا خاطر ما ثماش عانه كبيره من من طرف الجامعه ومن طرف الوزاره يحب لها رياضة الرياضه او نيفو يحب لها يحب لها برشا فلوس. امم انس نتائج متميزه في الفتره الاخيره ظهر اللي وصلت لعملت نتائج عم ما عمرها ما تعملوا في تاريخ التنس الافريقي والعربي ذات؟ بالطبيعه بالطبيعه يعني حاجه خارقه العاده. حاجه خارقه العاده انس نتبعها من, من اللي هي في تلعب في, في الاواسط نتبع المقابلة الكل نتاعها يعني حاجه خارقه العاده علاش خاطر هي تكونت في في نادي صغير نادي نادي حمام سوسه يعني ما عندوش برشا امكانيات ويعطيهم الصحه كيفاش وصلوا باش باش كونوا بطله مدرب زاد اللي ما تمتعش بالتكوين كبير ياسر كون روحه وحده وعمل وهكا نجح نجح غرم هذا الكل يعني نجح نجح انس عنده شخصيه قويه مغرومه بالرياضه هذه نتائج خارقين العاده يعني ربحت برشا لاعبات في العشر الاولانيين في التوب يعني عالميا يعني دخلت سيري في في مايش حاجه سهله دخلت كارد فينال في في الاوبن ماهيش حاجه ماهيش حاجه سهله وانا نقول اللي تنجم تزيد تتحسن حتى في ال... وين تنجم توصل؟ انا قلت لهم يعني يعني ستاف نتاعها توب 10 <تين> تنجم له توب 10 علاش خاطر ربحت لاعبات في التوب 10 أه, ما تجي تخدم اللياقه البدنيه نتاعها ما تغيرش اللعب لعبها خاطر هي عندها عندها توشي بال خرق العاده أه, يد كيما نقولوا امراه يعني خارقة العاده مو مش موجود توا في في السيركوي كلهم يلعبوا لعب شويه تيبي أه, هي بين لامورتي واللوب وتبدل لك ضربه ليفت ضربه شوبي اكسيليراسيون آه لعبه لعبه في الوسط آه عندها عندها امكانيات كبار ياسر اما آه كي تبدا الانتونسيتي قويه ان لاحظت اللي ترخ شويه في, في الاخر فيزيكمون ترخ برشا يخمو مش لا مش مونتالمون برشا يقولوا مونتالمون علاش خاطر تحس روحها تتعب شويه تولي تزرب يولي اثر على كل شيء ياثر على كل شيء تحب تزرب تحب تكمل النقطه بسرعه تعمل امورتي اللي صعيبه شويه فما حاجه من توافقني ولا يا عزيز ديما تجي الفرصه باش تحسم المقابله تصعب على روح المقابلات والاشواط بتكون بدافعه مثلا 40 كانز حاجه هكا باش تحسم الشوط ولا السيت تصعب على روح تضيع كل شيء أه، انا نقول كي م... م... مشكله نتاع أه... بريبارسيون فيزيك احسن من 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 اللي عندها توا، يعني تكون عندها كونديسيون فيزيك احسن من اللي عندها توا. أه تعرف التنس يعني تلعب تلعب مقابله كل يوم. أه أه ومقابلات توا حتى ثم ثم الشبان تحسنوا برشا، ما ثماش مقابله سهله. لازم مق... تتعب. أه تتعب ثم ريكيبيراسيون وثم ال... الانديورونس والريزيستونس نتاعك باش تدومك الجمعه الكل باش تلعبك سبع مقابلات في التورنو دو ولا خمسه مقابلات في بطوله في بطوله عاديه. يعني محسوب تلعب تلعب كل يوم. لازم تكون فيزيكمون قويه برشا مم. انا نقول الشبان اللي, اللي نعاونوا فيهم توا لازم يكون عندكم كونديسيون فيزيك نتاع استرونوت مش نتاع حتى نتاع ملاعبي بروفيسيونيل اللي يمشي في القمره اللي يعمل لك التحضير هذاك مده ست اشهر لازم تكون عندكم تحضير نتاع نتاع انسان يلزم يلعب ثلاث اربع سوايع تحس روحك قوي فيزيكمون تبدا قوي منطلماً وقت المقابله تولي صعيبه تولي تركز على الكونديسيون فيزيك نتاعك وشويه صبر شويه صبر ما تزربش تعرف تنجم تلعب ثلاثه اربعه خمسه سوايع من ما تتعب كي تعرف روحك تعبت تولي تزرب وتعمل غلط وتخسر. مالك تراجع شويه نتائج شوي مالك يعطيه الصحة زاد مالك ما اللي بدا مخر ما تلاوش بيه على قاعدة المسؤولين خلط توب 50 يعني مش حاجة مش حاجة سهلة تو تشوف يعني البلدان اللي قاعده تصرف في التنس كما امريكا ولا فرنسا واستراليا تلقى صعوبه باش تحط برشا ملعبية في التوب 50 خلط خاطر هو يحب ياسر التنس مغروم برشا خدم خدم على قاعده خدم مدربين خدم فيزيكمون بالكدا عمره توا 37 سنه يعني بالطبيعه ينجم ياثر آه على في, في المرحله هذه ياثر بالك في الأفق فلو الاوف قلت لك نادال في, في عمر كبير ومازال متالق السيد رونان جاروس باسمه كتب اي نادال تحكي على ديزكسيبسيون توا نادال ولا جوكوفيتش ولا فيدرير يعني باش ويخليه يخليو بصماتهم في في التنس يعني اما انسان اللي اللي يزمو يسافر توا كل جمعه ومعرس وعنده وليدات وكل جمعه في بلاد ويعاود من جديد يعني يتعب حتى مونتالمون يتعب اما نقول كاري اللي عملها خارق العاده خاطر ما تمتعش يعني بامكانيات كبار لا بعثناه في الجرون سونتر دو, دو بريباراسيون كيما بوليتيري ولا ولا بروغيرا ولا جبنا له مدربين خارقين العاده فهمتي خدم وحده كيما انس يعني هذاك أه نسميه انا لوجيني تونيزيان تاع كيفاش بحد شيء نكونوا ابطال. امم نستسمحك في 10 دقائق بعد الاخبار سي عزيز نعرفك مزروب تتفرج في ماتش الميلان والانتر أه عندي كويز صغيره ليك فقط. مرحبا. في الاثناء ديسيزيون من الجامعه التونسيه ايقاف تعليق نشاط هلال الشاب. بعد عدم اكتمال ملف ترشح وانخراطه في الموسم المقبل تبع شويه نحاول ناخذ رئيس النادي السيد توفيق المكشف اكيد على خطايا اللي ما تمتش خلاصهم من الجامعه تنشوفو نتابعو الموضوع بعد شويه فدوه تركي في الاخبار وبعد مواصلين